أنا ميسور. نشوفوا شنو وجد المجلس لهذا الطرق، خاصة تعبيد الطرق. السلام عليكم. السلام سي ميسور، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك سي. أهلا. إذن هذا راديو أصوات، برنامج كاين الحل مع الدكتور ماتوك، ودابا البرنامج راه مباشر. مرحبا. نعم، نتوما رئيس المجلس البلدي ياك سي ميسور؟ نعم انا رئيس المجلس الجماعي ديال الخميسات. رئيس المجلس الجماعي الخميسات، ولكن الكلمه القديمه ديال البلدي ولا نعم قات عندنا البلدي. نعم. اذا الكلمه ليك دكتور. السلام عليكم. سلام سي ميسور، شخبارك دكتور؟ لاباس. لاباس عليك اسيدي، كلشي بخير. الله يبارك فيك يا دكتور. نتمنى ما نكونش كنزعجوك. لا مرحبا. مرحبا. هذه فرصه فاش تواصل معنا ونعرفوا. مرحبا مرحبا، باش نعرفوا شنو كاين في مجلس المدينه ديال الخميسات. عندنا واحد السيد من المستمعين ديال البرنامج كاين الحل في اذاعه الاصوات. يمكن سمعتي التدخل ديالو ديال هادي شي شهور فاش عيط لنا؟ شحال باش عيط لنا؟ شي شهر تقريبا. نعم. يعني كنتي كتسمعوا سمعتي فاش دخل؟ لا صيفطوا ليا الاخوان كيدوروا، حتى حنا الخميسه هادشي كيدور دابا مع الخميسه الصغيره وداكشي، باش كيكون شي حاجه بحال هذا كيدور داك لوزي داكشي اللي دار داك التدخل ديالو راه كاع تسجل وصيفطوا ليا. مزيان. اذا صيفط لنا السيد عبد الغني، صيفط لنا هذه الرساله ديالو كيشرح لنا المشكل اللي كاين، وصيفط لنا واحد الصور، وصيفط لنا بعض الشكايات اللي تقدموا ايضا المجلس البلدي من طرف جمعيه ساكنه حي الحاج مولود للتنميه والاعمال الاجتماعيه من طرف الرئيس ديالها، وعندها واحد المرفقات ديال واحد اكثر من يمكن واحد 100 مشتكي موقعين بالبطاقه الوطنيه ديالهم، هيا كنشوفهم قدامي. والصور كيوريني واحد الطريق اللي يعني فيها قلاتي ديال الماء فوق الشتاء، كلها عامره بالحفاري وعامره بالماء، يعني ما تقدرش تمشي لها لا بالسياره ولا برجليك يعني. ثم حفر ايضا في وسط الطريق، يعني حفر خطيرة، يعني في الليل إذا دايز شي واحد بالسيارة يمكن يوقع له مشكل. بقايا الأزبال، الإنارة الكهربائية غير مشتغلة، ومجموعة ديال الأشياء أخرى. إذا بغينا نعرفوا وهذ الأحياء اللي تقصد هاد السيدة، أعطانا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حي الفلاحة وحي العمالة. إذا بغينا نعرفوا منك سي ميسور أشنو ناويين ديروا في هاد الامور هذه؟ واش عندكم شي برنامج؟ واش عندكم شي مراحل راكم خدامين فيها؟ واش بديتوا شي حاجه ومازال مكملين؟ واش ما كاينش هاد الشيء نهائيا ومخليه غيبقى هكا؟ تفضل سي ميسور. اولا شكرا دكتور، وشكرا على الاستقبال وعلى الدعوه، وشكرا كذلك على الاهتمام اللي كتولي للجامعه ديال الخميسات، جامعه ديال المغرب ولكن جامعه ديال الخميسات. كان انا اللي تفاجئت فيها الدكتور هو دابا فاش كنت كيعطي واحد السؤال فجاه كيتشكى هادشي اللي كاين. كاين ما هو صحيح وكاين بعض المغالطات. اذا غير باش نوضحوا الامور داك الشيء هذا، وحنا هذا انا تفاجئت من هذا السيد لان هذاك النهار هضرتي مع الدكتور قلت له واش انت كتخاف شي جمعيه ولا جمعيه المجتمع المدني؟ هذا كيقول بان سائق ديال الطاكسي صغير، وحنا عندنا واحد الجمعيه رائده في العمل الجمعوي في المجتمع المدني في الخميسات. كيترأسها السي الحسن، ودائما في اتصال معنا واتصال مع السيد العامل وهذا، ودائما كنتناقشوا وهضرنا على هذا الشيء مرارا. اذا السيد ما كيتواصلش حتى مع لوكور ديالو ديال الطاكسيات. السي الحسن هو الامين ديال الطاكسيات الصغار، كي كنديروا الاجتماعات الدوليه في اخر الشهر كنديروا اجتماع باش كنتناقشوا مجال، كنتناقشوا المشكل ديال الطرقات، كنهضروا المشكل ديال الاناره، كنهضروا المشكل ديال احتلال الملك العام من البائعه الزائرين، والعدد ديال القضايا اللي كنتناقشوا فيها. كذلك هذا الشيء انا ما كنقولش ما كاينش، ولكن حنا بالنسبه لنا كمدينه هو عطى واحد النظره سوداويه دكتور. الناس كيقول لك فاش دخلت الخميسات، انا كنتمنى اذا كاين امكانيه الدكتور انه تراسلوا شي واحد بلا ما تعلمونا حنا يجي يصور الشوارع اللي في مدينه الخميسات. انا كنقول لك اذا سمح لي سمح لي سي ميسور نقاطعك ونخليك تكمل الا جا على خاطرك. راه هذا الشيء علاش كنقلبوا دائما على الطرف الثاني في البرنامج ديالنا، باش ما باش اذا كان شي معلومات غلطه تصحح، حيت بعض الاحيان بزاف ديال المسؤولين اللي كانوا كيشتغلوا كيشتغلوا بزاف وكيديروا بزاف الامور اللي هي ايجابيه، ولكن الا سمعتي المواطن كيهضر كيقول هذا المسؤول راه ما دير والو. اذا انت خصنا نعيطوا ذاك المسؤول باش حتى هو تيدافع ويعطينا وجهه النظر ديالو ويقول لنا شنو كاين. والناس راه ما كيرضعوش سمعهم، راه تيفهموا وتيحسوا، والناس ديال الخميسات راهم كيسمعوا.
هو يعرفوا واش كاين هادشي ولا ما كاينش. تفضل سميتو، سمح لي على المقاطعه، تفضل. لا لا مهمه يا دكتور، كي انا كنشكرك على هذه المقاربه وحتى ديال التواصل، لان حنا نهار جيت انا شديت المسؤوليه، اول حاجه داكشي هو فتحنا قنوات التواصل مع جميع الشرائح الاجتماعيه اللي كاينه في خميسه، ودابا راه الناس كيشاهدوا بهادشي. وهادشي عاوتاني كذلك راه ماشي جا في المده اللي حنا دابا فيها، هادي عاد نكملوا 3 سنين. هادشي راه نقولوا سميتو كيف كيقولوا راه ورثنا، هذا ورث اللي كان، ولكن انا ما غنحمل المسؤوليه للمجلس السابق. كنقولوا حنا السؤال اللي طرح اش غنديروا حنا؟ غير هو فاش كيقول لك دابا السي معطوق كيقول لك القواد دوك العميق ديال القواد راه مدفين للفنوات، كتعرف بينا حنا بالنسبه للخميسات عطات التبرير المفوض ديال التصرف الصحي للمكتب الوطني للماء، وبالتالي حنا لا نتحمل مسؤوليه في هذاك. حنا كنظلوا نكتبوا لهم وكنتصلوا بهم، ولكن تبقى عندكم حق الرقابه سي ميسو. ولكن حنا بالنسبه لنا اش كيوقع دابا سي معطوق؟ كتعرف انت راك تبارك الله راك كفاءه من الكفاءات الكبيره ديال المغرب، وكتعرف كيفاش اليه العمل كتدخل داك الشيء في الميزانيات. فاش كنجيو حنا كنلقاو في المثل هنا شي نشدو في المثل على المثل، كتعرف انه كاينه الطريقه بزاف ديال داك الغلايق ديال الحديد، لان كانوا واحد العدد ديال العصابات اللي كانوا فاش كيهزو وكيديو باش يطلقوا بلاصه، ما يمكنش يطلقوا بلاصه في 15 يوم ولا شي، راه كتعرف المساطير باش انه يدير صفقه عموميه وفتح الاضرفه واللجنه يوم راه كتعرف المرسوم الجديد ديال 2/22/431 والشروط بين دير نظام الاستشاره ودير دفتر ديال التحملات وكتصيب التريزوري باش يجاوبك وعاد صلح، اذا كياخذ واحد الوقت. حنا فاش كنعيطوا على المكتب الوطني لينا هو اللي عنده هذه المهمه، انا كنقول لك السيد كان واعي بهذا الشيء اللي كيقول، كان هو يمشي مع التقسيط يمشي عندنا، علاش كيجي كل شيء كيمسحوا في رئيس الجمعيه؟ ماشي ديالنا حنا ديالنا، واللي ماشي ديالنا ماشي ديالنا. واش دابا انا بلاك ستي تاع الخضار وكيتشكي لك على الجدار ولا الجدار تخضر لك على الخضار؟ خاص كل واحد يتحمل المسؤوليه في النطاق اللي هو فيه. ما عليناش قال لك عاوتاني قضيه ديال هذاك الاحياء اللي قال لي هذوك الاحياء، اولا الا جينا نهضروا في التاريخ ديالهم كلهم كانوا في جمعيات وداديات، اذن ما كانش في مجزئين. كتعرف على انه الجمعيات كتكون شويه عندهم اكراهات ماليه وداك الشيء، حتى الشوارع اللي كانوا كيديروا ما كيديروهمش كيما خاصو يدير، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش على اننا حنا خاصنا نديرو. شكون اللي عطاهم الرخصه؟ شكون اللي عطاهم التسليم؟ شكون اللي عطاهم شهاده المتفق؟ التسليم عطاها لهم الجديد الجماعي. التسليم فرق في يومي انا انا شفت المسؤوليه في 17 سبتمبر 2021. الا قال لك لقيتني شي واحد عطيتو التسليم، لان انا هادو من بين الشروط اللي كنقولها للتعمير، القسم التعمير كنقول لهم ما يتعطاش بيرمي ديال الضابيتي ولا التسليم ديال واحد السيارة الا يكون داك الشيء كونفورمون لا ديكلومونتاسيون القانون. اذا انا بالنسبه لنا حنا واعيين بهذا الشيء، ما عطيتش انا وهو يكذبني، لا عطيت انا هادشي باش داروا هذه على الاقل هادو الجمعيات والوداديات على الاقل عندهم واحد 20 سنه ما عليناش. ولكن هو عطى واحد النظره تدويه كيقول لك خمسات اللي دخلتي ليها كلها خاطره، الشوارع الكبار كلهم صايبين، كاين واحد النسبه صغيره لهذه، ولكن حنا واعيين بهذه القضيه. حنا قول السؤال اللي يقول لنا هو اجرنا حنا كما السؤال الصيني، اجرنا حنا واش حنا امام هذا الوضع غنخليو ذاك الشيء؟ ولكن حنا بالنسبه لنا فاش كيبغي يدير الانسان شي مبادره ولا شي اجراء، اولا كيشوف الامكانيات، خصو يشوف الامكانيات الماديه اللي كاينه عند الجماعه. الجماعه راه ماشي عندها شي امكانيات كبيره، لان جماعه متوسطه وعندها طابع قروي، راه باقي عندها مشكل ديال الكراس، باقي عندها مشكل الكانيجات، باقي عندنا واحد الاحتلال الملك، باقي الاسواق عشوائيه، باقي هنا عندنا واحد العدد ديال المشاكل. ولكن راه كاين خميسات كان عندنا حنايا شجاعة أننا غنديروا واحد برنامج عمل ديال الخميسات، وما تجعناش المكاتب الدراسات. علاش؟ لأنه المجالس السابقة كانت كتلتجع المكاتب ديال الدراسات وكيعطيوهم شي حوايج خيالية، حنا درنا من الفصق من الواقع ودايرين بأنه غنديروا. المشكل اللي عندنا سي معطوق دابا نعطيك، يمكن ما عرفتش انا الوقت واش كافي باش نشرح لك بزاف ولا لا لا مازال شي شويه. المهم حنا كنسمعوك، ما حد كتعطينا داك الشيء مفيد. حنا بالنسبه لينا فاش درنا برنامج اعمال جينا للميزانيه باش نطبقوا هذا البرنامج هذا. كتعرف على انه الميزانيه ديال الجماعه فيها جزئين، الجزء الاول ميزانيه ديال التسيير، والجزء الثاني هو سميتو ميزانيه ديال التسيير. كيفاش كتتم العمليه؟ ميزانيه ديال التسيير كيشط لك شي فائض، كتخلص النفقات الاجباريه، عاد كدوز
الجيد وهذا الجيد هو اللي كيدير فيه الطرقات وهذا الجيد. نعطيك هذا واحد نترا غير كما قلتي سكسات، على انه حنا الميزانيه ديال الخميسات فيها 8 ديال المليار ونص، كيديو منها الموظفين 5 ديال المليار مع التحملات ديالهم ديال التقاعد وديال الميتيال وديال هذا وكنوفت وكاع داكشي اللي هادي كاين. كنعطيو مليار و600 مليون اللي كان هادشي اللي لقيتو انا اللي كتعطى النظافه، كنعطيو 900 مليون ديال الضو، كنعطيو 400 مليون ديال هذوك القضايا اللي حنا قلنا. واش باقي الفائض ولا لا؟ واش كتبقى شي حاجه ولا لا من الميزانيه ديال التسيير؟ انا نقول لكم انا في ثلاث سنوات، السنه الاولى درنا فائض ديال 189 مليون سنتيم في الوقت اللي كان مطلوب منا حنا، لان كاين واحد المشروع ديال اعاده الهيكله للكوميتات واللي هو فيه 8888 بركات الحيدات، وهذا خاصنا باش كندير اتفاقيه مع وزاره السكنه ومع مجلس الاقليمي ومع العمل الكوميتات ومع الجماعه. كنطلبوا منا حنا في المساهمه 600 مليون. السنه الاولى درنا فائض ديال 189 مليون، السنه الثانيه مشينا درنا تحويل ديال 11 مليون من ابواب اخرى في الميزانيه باش حلنا، باش يلاه جمعنا ذاك المبلغ ديال 200 مليون اللي كنت عطينا كل عام، كنعطيو 200 مليون. العام الثاني درنا 280 مليون، عطينا عاوتاني 200 مليون لهادشي عدد الهيكله، بقاتنا 80. الدكتور 80 مليون دخلنا لك الله وانت راك عارف الوقت اش غادير لك باش غطيب لك، غطيب لك الدم ديال الحي. هادشي اللي كاين هاد العام اللي درنا شويه ديال الفائض درنا فيه، ولكن تقطع يعني على مراحل، درنا واحد 700 مليون مشينا اتجهنا هاد العام للاناره. دابا خصنا غير هاد المده اللي كنهضر معاك، عطيت مارشي كاين نتفق معاك، كاين الاناره فيها جوج مسؤوليات. المسؤوليه الاولى كاين الاحياء اللي هما ما فيهمش الاناره، هذيك مسؤوليتي ديالنا، ولكن الا كان فراسك راه كنتوصلنا حنا كرؤساء الجامعات بين واحد الدوليه من وزير الداخليه كيطلب منا على ان نقلصوا من المصاريف ديال الكهرباء ونطفيو الاضواء وداك الشيء وهذا، لانه كان هذا الاجهاد المادي المشكل ديال الجفاف. وبالتالي ان احنا حتى حنا كنا بحال الجامعات الاخرين كيقولوا لنا الاخوان لا علاش هذيك شاعله وهذيك ما شاعله ديك الجامعه، ولكن حنايا مع السيد العام طبقنا حرفيا هادشي اللي جا في الدوريه. المسؤولية ما كتحملوهاش، كتحملو 50%. هاد 50% هو كيقول لك بالسؤال اللي انا سمعتو، كيقول لك واش باقي الضو صفر؟ انا عادي في اوروبا هادي الدكتور هادي في العطلة ديالي، باقي الضو، باقي الضو صفر في باريس، باقي الضو صفر كاين. هذا ماشي هو المشكل، ولكن راه باش تبدلو، دابا ما كيفهموش باش تبدل الراس، دابا بولا باش تبدلها، بولا بولا إلا بغيتي تبدلها في حي، عندك 80 درهم تبدل واحد البولا، ولكن إلا بغيتي تبدلها تولي ليد تولي بيضاء خاصك 2700 درهم، 2700 درهم راه إلا درتي عندك غير 100 بولا راه خصك تجد 1,700,000 درهم، هي 270 مليون. أنا راه ولد المالية راه كنتوش وزارة المالية، راه كنعطيك هادشي الأرقام، وكنتحدى شي واحد يكذبني في هاد الأرقام، راه كنعطيك هادشي صحيح. دابا قول لها سي ميسور، دابا واش باين لك بأنه كاين شي امور اللي غادي يمكن لها الدار ونشوفها بالملموس في هاد الاحياء هادو، ولا مازال بعاد؟ لا بالنسبه للكهرباء هذاك المشكل ديالنا، حنا غنغطيو الاناره ما يبقاش هذا المشكل. وراه هضرت مع السيد العام ذاك النهار قلت له درا رغنا وجود الدوليه في وزاره الداخليه، ولكن راه هادشي ما كيسمح ليناش على انه ما يكونش الاناره العموميه في الاحياء، لان كاين هادشي ديال كما قلت الامن، وهذا متعلقه بالامن ومتعلقه بالامن ديال الناس ديال الاملاك ديالهم، راه ما يمكنش. وهذوك القوات الساسيميسو اللي كيديروا لها اللي كيديروا لهم ذاك الغلاقات ديالهم، علاش ما ديروش مثلا دخلوا في البرنامج ديالكم قول لي انا كنشكي لك بالعكر وانت كتقول لي شخبط الدراري، علاش ما ديروش كاميرات في الشوارع؟ لا كاميرات ملي تحطوا القوادس دير واحد الكاميرا وحده اللي كتشد لك الشارع كله اللي فيه واحد 10 القوادس، ما عرفوش اللي كيسرق، لان راه كاين الردع، لان الى سرق وقبضنا هذه راه كود القانون سي مرتوق كتعرف بين الانارات كيف باش ديروا كاميرات ديال السيرفيونس وداك الشيء، راه كان جا عندنا واحد المشروع من الاداره ديال الامن الوطني وحنا خدامين فيها، ولكن باقي ما وصلناش الى تعطى المارشي وما تعطاش الصيغه اللي كاين هذا النقاش في داك الشيء وهذا، ولكن راه ما يمكن دير هذه العمليه الا بالموافقه ديال الامن الوطني. بالنسبه لينا حنا هذا الشيء واخا هكا كتقول لي انا، لان هذاك حق المسؤوليه ديال لونيف ديال المكتب الوطني لصالح الشرب، لان هو اللي عندهم الوضع علينا، هما كيف الفاكتور اللي كتجي دابا للسكان ديال الخميسات راه فيها استهلاك ديال الماء واستهلاك ديال الصرف الصحي، هما اللي كان خصهم نورمالمون يديروا الكاميرات يديروا لنا كيدخلوهم من الدخول. انا الا جاتني لاكور دي كونت وقلت له لقيت درت واحد المارشي غيقول لي درتي هذا المارشي الصفقه هذه، نقول له راه كيسرق، ويقول لي انت صرف على انت اللي كتسير اش كتسير اذا كان اللي كيتخلصوا، انا ولي انا نتحاسب على انه لا انا هذه الفكره اللي عطيتك السي ميسور عطيتها لك
باش انت اللي غادي تسقلها وديرها في الاطار القانوني، طبعا بالتنسيق مع جميع المصالح اللي عندها تدخل، لكن المقصود هو الردع باش العمليه ما تكررش. حيت قضينا دابا اليوم درنا حيدنا داك الوطايه تسرقوا، مقاتلنا داك الحفره، وقعوا لنا حوادث، ما وقعوش كاع حوادث، شوهاتنا داك الشارع، درنا لها عجله تما، اش قضينا؟ عاود نديروا صفقه واحده اخرى، عاود نديروا خطايات واحده اخرين، عاود يجيو يسرقوهم. إذن خصنا نوضحوا حد دابا ولاو كيديروا، دابا راه ولاو كيحلوا واحد المشكل. فاش كنت انا مع السيد المدير وداك الشيء هو صديق ديالنا وكنتعاملوا، قلت له راه هذا الشيء راه بزاف، وراه الشيء راه كيشوه المنظر، راه الشيء كيتحتم عليا انا كجماعه، راه كيتحتم على الجماعه. فاش كنجي كنشوف واحد الحفره ودايرين فيها الشطره باش ما يطيحش فيها شي واحد، قلت له راه الشيء راه كيردوا علينا حنا. راه تشوي قلت له جماليه ديال الشوارع، وقلت له كيحملنا المسؤوليه حنا كجماعه واخا ما عندنا فيها لا نقل جمال. فهمتي؟ ولكن اش كيقولوا لنا؟ قال لك اودي دابا راه ما بقاوش كيديروا داك الحديد، ولاو دابا كيديروا جوج حوايج، اذا داروا الحديد كان لابد من الحديد ولاو كيتوديو، هذا تحل شويه المشكل. وثانيا ولاو كيديروا داك الشيء بالسيمو، دونك الاخر ما عندهم يهرس، ولاو كيديروا دوك الغلاقات بالسيما، كيبنيو بالسيما. هذا المشكل كما قلت لك غنحلوه داك الشيء هذا. قضيه ديال الطرقان باش نرجع لك، حنا براسنا ما عجبناش. واش كاين السيمع طوق دابا شي واحد اللي غيكون رايح للجامعه وغيعجبو يبقى يشوف هذا الحفاري وغيشوف، ولكن حتى الناس خصهم يساعدونا، خصهم يعاونونا في حاجه الزبل حاجات اللي هو دار لك. هذوك راه الباعه الجائلين اللي انا التراب اللي لاحظتيه نط في الليل، بمعنى شنو كاين؟ دابا واحد العدد ديال الشوارع محتلين من طرف الباعه المتجولين، كيبيعوا حتى كيشبعوا ويخليوا لك داك الشيء هذا، سي نورمال. هذوك الناس عندنا حنايا تدبير مفوض بالنسبه للنظافه، ما كيبداو حتى 6 الصباح، اذا ديك الفتره بين 12 الليل وحده الليل حتى 6 الصباح، شيء طبيعي. علاش؟ انا كندوز بالليل كنقطع كنقول الشوارع مزابين. الله يهديكم هذوك الباعه المتجولين، كاين شي ويلو عليك الغشا ديال الصباط، ويلو عليك الغشا ديال القميجه، والغشا ديال هذا، ويلو عليك ولا اللي خسر، يلو عليك ذاك سميتو البقايا ديال الفواكه، وفي العدد ديال المشاكل كاينه. غير بالنسبه لنا باش نكمل لك السيما توقع بالنسبه للطرقان، حنا فاش شنا بان ما كايناش الامكانيه بالنسبه للموارد الماليه اللي عندنا حنا، مشينا غنتجمعوا ان شاء الله القرض في هذه الشوارع، وكنا بنينا واحد الاتفاقيه كانت قديمه دارها مجلس الصادق مشكور، وانا حيناها دابا مع وزاره السكنه باش كاع هاد الاحياء اللي هي ناقصه التجهيز غنصايبوها، طلبوا من المساهمه ديالنا. قلنا لهم علاش ما فعلتوهاش؟ قالت لك راه المساهمه ديالنا بين 200 مليون ما داروهاش. اليوم اللي كنهضر معاك السي معطوق قليت انا في هذا العام راه درنا 200 مليون حطيناها باش كمساهمه ديالنا، وراه غير النقاش معاهم مع وزاره السكنه والتعمير ومع السيد العام اللي تدعم، راه كنديروا واحد الجوله كاع الاحياء الناقصه باش نحاولوا نديروا واحد هذا الاحياء او ما يسمى بالميزا نيفو ديال كاع هاد الشوارع اللي هي زويتو. يعني دابا انت هذا الشيء ما خافيش عليك وعارفه، وعندك لي يعني تدابير اللي هي كاين اللي غادي تدخل فيها دابا، وكاين الامور اللي جايه مع الوقت ان شاء الله. ياك هذا الشيء اللي كاين. أيه. ولكن انا اللي نتمنى منكم اذا كان طيبتوا شي واحد يصل لنا نصور لكم، غير ما كنصورش هذا، انا نبغيت شي واحد يجي من عند اصوات الى واخا حقا شويه سميتو يجي لهنايا بلا ما يشوفنا ويصور لك كاع الشوارع. هضر حكي على واحد الشارع ديال بنتينا، هو اللي كاين نصفهم منين هذا الشارع ديال بنتينا الكبير اللي قال لك راه ما عرفتش 7 مليار ولا 17 مليار، حنا ما عارفينش كداش كيدير. المشكل اللي عندنا هو هذاك داروه المجلس الاقليمي، ولي حد الان باقي ما تسلمناش حنا كجماعه، ما عندناش الحق غير نقيسوه حتى في سباط صغير ولا قطعه من القانون. دابا الناس كيحملونا حنا كجماعه، انا كرئيس الجماعه واش نقدر نعطي الامر لشي واحد يمشي يقيس هذاك البوله؟ لا، ولكن هذه السيميسور فرصه هكا باش كتوضح اشنو اللي كيدخل في اطار مسؤوليتكم وصلاحيتكم، وشنو هو اللي خارج من صلاحيتكم ومسؤوليتكم. هذا الشيء اللي معطوك درناه مع الجمعيه، راه الجمعيه راه بغيت نعطيك حتى التليفون ديالو اتصل بهم قول لهم انت كيفاش هذيك القضيه ديال واحد الشارع قالوا مهم، هو اللي مقف معنا هو ديال الصحراء المغربيه. والصحراء المغربيه الوقت اللي كنهضر معاك دابا انا راه عيط على المهندسين وعيط على القسم التقني على اساس اننا غنصايبوه ان شاء الله، وراه خصنا ليه 540 مليون بوحدو هذا الشارع. هذا اللي فيه الحفاري، هذا اللي فيه الحفاري، هذا اللي كاين، هذا ديما الترافيك كيكون فيه بزاف، كيكون فيه سيارات بزاف وداك الشيء. هذا غير يكون مطمئن، راه ان شاء الله في 2025 يمكن في الديبي ديالو غيكون ان شاء الله الفايض. بالنسبه للكهرباء راه خصنا ليها هاد السنه داك الفايض كامل شدينا منه، عطينا الموظفين طرف على حساب هاد الزيادات اللي غيديروا ديال الحكومه اللي دارت ديال ديك 1000 درهم، خلينا لهم واحد الطرف شدينا حنا اللي طار سي معطوك لان الحقيقه دار واحد المجهود. مازال دقيقه سي ميسور ياك ابو زيد، دقيقه ما بقاش الوقت كثير. تبارك الله على سي ميسور عنده معطيات وارقام. نعم
تفضل سي ميسور كمل المداخله ديالك. نعم دقيقه تفضل. قلنا مرحله ينضوا دوك الصنادي 500 مليون هذا العام رقمها الاكراهات الماليه، والشيء الاخر عطينا على الموظفين باش نعطيو لي في المصاريف ديال الزيادات اللي دارتها الحكومه. احنا المشكل دار واحد العمل كثير من الديون، كون جراتي راه خلصتو بالجلسه كون عاودي بشحال كاين ديال الديون، لا ديون ديال الكهرباء، لا ديون ديال الموظفين التقيه ديالهم، لا الناس اللي هما جاو اللي دعاو وتقاضوا الجماعه على حساب انه داو لهم البلاد ديالهم واحد العدد كبير، ولكن عندهم سطح الناس يهضروا لانه الوقع على المواطن. حنا براسنا ما راضيش، انا كخاتمه سي معتوق انا انا ونكتب الاخوان راه ما راضيين، راه كنظلوا كنهضروا اش درنا هاد السنين مشات اش درنا. كاين ان شاء الله ما يدار وغتكون فرصه ان شاء الله على انه هاد المشاكل غنحيدوها. غير الانسان فاتميتو داك الشيء هذا باش يبغي يتكلم يتكلم انطلاقا من الحقائق. السيد الشيفور ديال الطاكسي كيهضر ما عرفتش الا كاينه جمعيه ديال الطاكسيات. ايوا على عين دابا هو المقصود هو وصلنا الرساله ديالو، وصلنا الصوت ديالو، ولكن وصل الصوت لعندك وانت عاوتاني انت دافعتي وقلتي وجهه النظر ديالك وشرحتي لنا وبينتي لنا يعني المراحل والاولويات اللي عندكم والاختصاصات ديالكم لا من ما هو لا اختصاص ديالكم. يعني دابا الامور واضحه. مرحبا بي وقول له داك الشيء هذا وقول شوف هذا ما تيكيهضر لك هذوك صحاب الفلاحه كان عندهم مشكل جاو عندي قال لك اودي راه عندنا جمعيه ديالهم هما منظمين في اطار جمعيه قال لك اودي راه عندنا مشكل ديال الاناره، عندنا مشكل ديال التسميه، وعندنا مشكل ديال الشوارع. قلت لهم التسميه نصيفها لكم هذا العام، الضوء هذا العام راه صايبين لهم دابا كاع الاناره كلها مضويه عندهم. قلت لهم قضيه الشوارع ما نقول لكمش لانه راه بغينا نديروا شي واحد القرض على ذاك الفيك ديال الصندوق ديال التجهيز الجماعي، نهار يجي غنسبقوكم انتم الاولين، وحتى الا طلبنا حنا راه كنترافعوا لدى الوزارات وداك الشيء هذا باش نجيبوا امكانيات. الا عولنا على الامكانيات ديال الجماعه راه ما غنديروا حتى حاجه وغيكون حاصله ديالنا حنا كما قلنا. الا ما قلناش صفر راه تكون 10% ما هذاك الشيء حنا ما راضينش. المهم الله يوفق السي ميسور الله يوفق. شكرا 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 لك على التواصل ديالك معنا. شكرا الله يسلمك. مرحبا. كنذكر السي حسن ميسور رئيس المجلس الجماعي الخميسات مشكور على هذا التحضر صراحه ضبط الامور ديالو.